أيضا يسأل هذا السائل: هل يمكن للمسلم أن يصلي أكثر من فرض بتيمم واحد؟ الصحيح أن هذا لا بأس به، بناء على أن التيمم رافع للحدث لا مبيح للعبادة فقط. الصحيح أن التيمم رافع للحدث كالوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى جعله بديلا عن الماء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. جعل الله التيمم بالتراب بديلا عن الماء عند عدمه فيأخذ حكمه، فكما أنه يصلي في الوضوء الواحد عدة صلوات ما لم ينتقض وضوءه، فكذلك في التيمم يصلي فيه عدة صلوات ما لم ينتقض تيممه. هذا هو الصحيح. نعم، بارك الله فيكم.